بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم، برحب بيكم في لقاء متجدد مع حلم الإنجاز. موضوعنا النهاردة عن تغير بعض العادات والتقاليد بالنسبة لنا، اللي هو أدى إلى تغير برضو أوزان الجسم بالنسبة للسيدات، اللي هو أدى إلى برضو تغير في تركيب الدهون او في توزيع الدهون بالنسبه للجسم، وبالتالي ارتبط بتغير في المبيض، وبالتالي ادى الى تاخر او عدم انتظام او تعطيل في الحمل. مع تغير عادات الغذائيه بالنسبه لنا الفترات اللي فاتت، بدات تزيد نسبه السيدات اللي في الوزن الزائد، وبدأ يحصل تغير في تراكم الشحوم على منطقة البطن أكثر، وبالتالي لاحظنا إن في ارتباط وثيق بينها وبين تكاثر المبيض. تكاثر المبيض من الحاجات المنتشرة تقريبا بشكل يعني مش قليل، بنشوف كل يوم في عيادتنا حالة واثنين وثلاثة وأربعة، وارتباطها بعدم انتظام دورة، بتأخر حمل، بعدم حدوث حمل من دم في بعض الحالات، وبالتالي بنلجأ في بعض السيدات إلى إن إحنا نعمل طرق مساعدة للحمل زي الحقن المجهري. والمشاكل اللي ممكن بتنجم مع الناس السمان شوية دول، اللي هما معاهم تكيس مبيض نسبته أعلى شوية، والمشاكل ممكن تنجم مع تنشيط المبيض المتكيس. كان في معادلة بتقول إن وزن السيدة على مربع الطول بيديني نسبة معينة، ومع النسبة دي بنبدأ نقدر إذا كان الوزن ده زائد أوي أو زائد بشكل مقبول. هنرجع لتكاثر المبيض، هو ارتباطه بمدى كثافة الدهون في منطقة البطن والحوض. تكاثر المبيض في حالة لما نبدأ نيجي ننشط المبيض، بتبدأ يا اما بنفوجئ بحاجه من اثنين، يا اما احنا في ريزيستنس شويه او في صعوبه شويه في استجابه المبيض. في بعض الحالات بنلاقي كده، وحالات ثانيه بنلاقي في استجابه مفرطه للمنشط. يا اما بناخد جرعات كبيره بحيث يبدا المبيض يستجيب معانا، يا اما المبيض ما بيستجيبش في حالات كتيره جدا، ونبدا ان احنا برضه ندي جرعات اعلى لحد ما يبدا يستجيب معانا. وفي بعض الحالات اللي هي الحالات السيئة جدا بقى، اللي احنا بنعتبرها من سوء الحظ بالنسبة للدكتور وبالنسبة للأخت اللي هي اللي نشطها المبيض، إن يبدأ تبقى استجابة مفرطة في التنشيط. يعني بالجرعات العادية أو الفوق العادية بشوية احنا نبدأ ننشط المبيض، ونبدأ بعد كده نفوجئ إن المبيض حصل له الاستجابة المفرطة. يعني يبدأ المبيض دوت في تكوين جوازات كتيرة جدا، يعني المبيض اليمين او المبيض الشمال، يبدا ان هو يملا تجويف البطن، يبدا ان احنا نخش في بعض المشاكل اللي هي صعب علاجها، وقد تؤدي في بعض الحالات الى ظهور عينه مركزه، عشان نبدا نعمل توازن لفقد السوائل اللي بتحصل والارتشاح اللي بيحصل في البطن احيانا. اذا موضوع النظام الغذائي اللي هو اصبح مفروض علينا شويه، او ان احنا بعض الناس بتتبعه، او ان احنا بيسموه الفاست فود او الوجبات السريعه، ده دخل بضرر كتير جدا على بعض السيدات، سبب لهم سمنه قد تكون مفرطه، وفي نفس الوقت ده ادى الى تغير في المبيض، وبالتالي تغير في نشاطه، وبالتالي في استجابته، وبالتالي في النواتج ده، ان ممكن قوي ان احنا ما نعرفش ان نحصل على بويضات جيده في بعض الحالات، او نحصل على بويضات عددها كبير ولكنها درجه الجوده ودرجه الاجنه اللي منها برضه ما بتبقاش بالكفاءه العاليه، وبالتالي نسبه الحمل معايا سواء حمل تلقائي او سواء حمل مساعد عن طريق التصحيح الصناعي او الحمل المجاني، بتبقى نتائج مش كويسه. فبالتالي احنا بنوجه نداء لكل سيده وزنها زايد او هي في السكه للوزن الزائد، ان تبدا تلتزم اذا كان نظام غذائي بشكل او باخر، تبدا تستبعد الاكل اللي هو الدهون زياده، تبدا تنظم وجباتها. طبعا ده مش هيبقى مع دكتور نسا، ولكن مع دكتور اذا كان طبيب علاج طبيعي او طبيب خاص بالتغذيه، مع ان هي بنوصيها بالرياضه كل يوم،
مع تظبيط أكلها إلى حد ما. مع السمنة، مع حدوث الحمل، بعد المشاق اللي ممكن تحصل في التنشيط بتاع الطعم الابيض، وارد قوي ان احنا السيده اللي هي وزنها زائد عرضه اكتر من غيرها لسكر الحمل، مع زياده حجم البيبي، مع صعوبه في الولاده يعني الولاده الطبيعيه، وبرضه لو ولاده قيصريه برضه صعوبه في التئام الجرح. اذا السمنه فيها مشاكلها المتعدده، سيما ما قبل فتره الحمل ان احنا بنلاقي صعوبه في التنشيط، او مع الحمل بلاقي نسبه سكر اعلى، بلاقي نسبه ضغط او ما يسمى بتسمم الحمل بلاقيها برضه نسبه اعلى من غيرها، وبالتالي نسبه المشاكل مع الحمل تبقى عاليه، سواء من السكر سواء من الضغط العالي. برضه غالبا مع السمنه بلاقي ان انا عندي برضه بيبي طالع لامه، يعني ايه طالع لامه؟ يعني الواد ده برضه مقلوب زي السي سنينه، والولد برضه في نسبة سمنة أعلى شوية، وزنه أعلى من المعدلات الطبيب اللي 4.5 و5 تقريبا، مما يبقى إحنا في صعوبة إن هي حتى لو وزن طبيعي قبل كده ممكن برضه صعب إن يولد تولد طبيعي في نفس مع الأوزان الكبيرة، ولو حصل حتى ولادة كده بالعافية شوية نسبة مشاكلنا عالية، نسبة وجود استعمال الآلات أثناء الولادة برضه بتبقى نسبة عالية، فبالتالي ده نظرة سريعة على السمنة ومشاكلها. الحاج صبحي معايا؟ ألو؟ السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور فهمي؟ الله يحفظك، أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. ازيك يا دكتور فهمي؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا. أخبار سعادتك يا دكتور فهمي؟ الله يحفظك، الله يخليك. أنا الحاج الصبح بتاعنا اللي كنت عند حضرتك. الحاج الصبح بتاعنا اللي كنت عند حضرتك. وعملت عملية لبنتي عملية 14 يوم بالظبط. يا مرحبا، أهلا وسهلا يا حاج صبحي، أهلا يا فندم. جبت نتيجة التحليل، كانت الدكتورة يا دكتور فهمي. أيوة سامح. أيوة سامح، اتفضل يا فندم، اتفضل. أيوة. سامعني يا دكتور؟ سامعك، اتفضل. لا نتابع، اتفضل قول، اتفضل يا فندم. طيب نتيجة التحليل بتاعة الحمل النهارده إن شاء الله أنا جبتها. ايوه الدكتوره بنت سعادتك قالت لي ما تجيب نتيجه التحليل بعد 14 يوم. ايوه بعد اسبوعين اثنين يعني. عرفنا النتيجه ان شاء الله الدكتور طمني بتاع المعمل ان الحمد لله في حمل ان شاء الله، فبارك في سعادتك وغير كلمه يعني. مبروك يا حبيبي. تعالى كرر العلاج تاني على علاج بعد 15 يوم. طيب يا حاج، طب انا فهمت كده الموضوع، حاضر. مبروك الاول، بس ارجو من حضرتك انك انت تكمل على نفس العلاج بنفس النظام، ولو اتعمل تحليل النهارده وده كان بعد اسبوعين من نقل الاجنه، ارجو ان حضرتك بعد يومين والثالث تعمل كمان تحليل اللي هو تحليل دم رقمي، عشان نبدا نطمن ان معدل زياده الهرمون تتناسب مع فتره الحمل نفسها، وارجو بعد 10 ايام اسبوعين برضه بنحب ان احنا نبص بالسونار نشوف الدنيا اخبارها ايه بالنسبه لتكوين الاجنه، هل في جايين او اكتر، بالنسبه لمكانهم، بالنسبه الشكل بتاع الانسجه اللي حوالين منهم، برضه بيدينا انطباع بمدى صحه الاجنه. اذا حضرتك بعد نقل الاجنه باسبوعين زي ما حصل مع الحاج صبحي، ان احنا بنوصي ان يتعمل اختبار حمل دم رقمي، وبنقول اختبار حمل دم رقمي مش حاجه في البيت، مش عارف الشريط اللي هو الشرطه والشرطتين، الكلام ده ما بينفعش معانا خالص. ارجو بيتعمل اختبار حمل دم رقمي، وبرضه بننبه المركز اللي احنا عملنا فيه العمليه ان هو برضه بيبدا يتابع معانا ما بعد الاختبار الحمل، ان احنا بنمشي بنفس اجراءات الادويه اللي احنا واخدينها، بنعمل بعد 3 4 ايام من التحليل الاولاني اختبار تاني بحيث انا اتاكد ان الرقم بيتضاعف بتاع هرمون الحمل، وبنبدا في نفس العلاج ونتابع المركز اللي احنا عملنا فيه العمليه بحيث ان ربنا يكرمنا ونبدا نعمل سونار ونبدا نكمل الكلام مع بعض. مبروك يا حاج صبحي، وربنا يطمنا عليك ان شاء الله. مدام أميرة معايا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي مدام أميرة. قولي يا دكتور، أنا كنت متجوزة من 7 شهور وكده، فالفيديو كانت منتظمة لمدة 3 شهور الأولانيين. أيوه. وبعد كده حصل يعني خلل فيها، يعني نتيجة حصل خلل فيها وكده، فرحت كشفت عند الدكتور وكده، قال لي عندك كيس مية قطر 5 سم ونص، وعطاني اللي هي الحبوب اللي هي نصها بني ونصها ابيض ده، وبعد كده برضه الفيريوز ما انتظمتش.
بعد كده غيرت الدكتور ورحت للدكتور تاني عامل لي انت مش محتاجه تخسي شويه. وزنك كان يا اميره بعد اميره كده ما جاتش بقى عطاني حقوق لي انا دي. يا اميره معلش وزنك كان بالمناسبه يا اميره؟ انا كنت 165 ووزن 90 90. الوزن قد ايه يا اميره؟ الوزن 90. 90 ماشي يا اميره حاضر. ايوه يا اميره اتفضلي. ماشي يا دكتور طيب ليكي سؤال معين يا اميره؟ يا دكتور انا بتكلم بس يعني انا مش عارفه الفيديو اتحصل فيها خلل ليه لان انا متجوزه من 7 شهور وكده ما حصلش حمل لحد دلوقتي. حاضر يا اميره حاضر حاضر. برضه بالنسبه لمدام اميره احنا هي تطرقت لموضوع الوزن بتاعها وبرضه ده موضوع حلقتنا النهارده الوزن الزائد ومدى تاثره على المبيض وتركيبته ووظيفته وهرموناته وتاخر الحمل اللي وارد يحصل معاه. اميره كده طولها 165 متوقع يبقى الوزن حوالي 50 70 كيلو هي في عندها حوالي 20 كيلو زياده. برضه بننصح مدام اميره انها تبدا مع اي طبيب التغذية يعني تبدأ تقلل الوزن الزائد بالنسبة لها وفي نفس الوقت تبدأ إن إحنا بنعمل نشوف معدل هرموننا قد إيه الفترة الأولى من الدورة الأيام الأولى من الدورة بنعمل هرمونات المعتادة اللي هي هرمونات الغدة اللخامية هرمون الـ FSH والـ LH البرولاكتين TSH الحاجات دي مهمة جدا بتديني دي المراية بالنسبة لنا ببدأ إن أنا أستشف منها مدى 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 المبيض وكفاءته وعلاقته بالغدد اللي حوالينه بحيث ان احنا نبدا نستشف مدى نشاطه ايه. فبالتالي اميره هتركز في موضوع الوزن معدل هرموناتها ما ننساش تحليل جوزها لو احنا في الفتره الاولى بندور على حمل. استاذ محمود معايا. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم اهلا وسهلا. محمود سعد مع سعادتك يا دكتور. اهلا يا استاذ محمود اهلا وسهلا يا حبيبي. معلش يا دكتور هو في بس كنت عايز اسال حضرتك ايه هي اعراض تسمم الحمل يا دكتور؟ تسمم الحمل. اعراض تسمم الحمل. حاضر يا حبيبي. وايه الاسباب اللي هو بتوصل لعمليه تسمم الحمل ديت؟ حاضر. السبب ايه يعني؟ حاضر يا حبيبي حاضر حاضر. طيب استاذ محمود هو خرجنا عن موضوعنا اللي هو موضوع السمنه وعلاقتها بالخصوبه. لموضوع تسمم الحمل، طبعا تسمم الحمل المواضيع اللي هي المهمه جدا وقد تكون خطيره جدا في نفس التوقيت. هو 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 عباره عن ارتفاع في ضغط الدم جايز لسيده ما كانش عندها ضغط قبل الحمل ولكن بنفوجئ ان هي مع الحمل واستمرار الحمل يبدا الضغط يعلى، وارد يكون ضغط عالي معاه بدا يحصل تورم في الجسم بالنسبه لها، وارد يحصل نلاقي فيه زلال في البول. دول الثلاثي اللي احنا ممكن نربطهم ببعضهم جايز نلاقي علامه واحده علامتين ثلاث علامات. ان هي لفظ تسمم بيطلق على المجموعه اللي هو اذا كان تورم في الجسم مع زلال في البول مع ارتفاع الضغط بنسب غير المعتاده بالنسبه للسيده. فبالتالي ده اللفظ بيبقى تسمم. محتاجين طبعا متابعه اثناء الحمل، محتاجين برضه مع الولاده ان احنا اكثر حذر شويه، احنا ندي بعض الادويه اللي هي تبدا تهدي الضغط ونعمل كنترول كويس عشان ممكن ما نخشش في مشاكل تشنجات لا قدر الله. معانا حد من الشرقيه، مدام عبير من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا عبير. أنا دكتور أنا جات لي الدورة بدري الشهر ده 5 أيام. جات الدورة إمتى يا عبير قولي؟ جات يوم 5، المفروض تيجي يوم 9، جات يوم 5. أيوة يا عبير، ماشي. أوكي، فحسيت بألم شديدة وكده، فرحت للدكتور فقال لي في كيس اللي هو كيس مية يعني. مش كيس دم. فكان مأثر على المبيض الشمال، بس انا الدورة من ساعتها بتنزل عليا نقطة نقطتين. فبصراحة انا حسيت ان انا عندي اعراض الحمل. بس ما قدرتش اعمل تحليل خوف بصراحة عشان جوزي وكده، فعملت تحليل بول بس ما طلعش حاجة. هل تحليل البول ده يعني حاجة مصيب فيها ولا اعمل تحليل دم ولا اعمل ايه؟ قلتي عملتي ايه؟ عملت تحليل ايه يا عبير؟ عملت تحليل ايه يا حياتي؟ عملت تحليل ايه؟ تحليل بول. تحليل بول. طيب يا عبير. انت كام سنة يا عبير؟ معلش كنت عايز اقول لحضرتك انا 35 محمد، انا المخزون المبيض عندي قليل فجوزي برضه مش عايز ان انا اعمل حقن منفاوي. هل ليا فرصه في الحمل الطبيعي؟ انا عندي 31. طيب بصي يا عبير انت كام سنه يا عبير معلش قولي كام سنه؟ 31. 31. طيب بالك قد ايه متجوزه؟ 7 سنين وعندي بنت 6 سنين. وعندك بنت واحده؟ اه عندك بنت. طيب بقى لنا قد ايه بندور على حمل يا عبير؟
بعد الدورة لما هي بتنقط كده يعني في حاجة يعني ولا اعمل طيب وعلى فكرة وقتيني منع الحمل ما بناخدش حاجة منع الحمل؟ هو بيديني منع الحمل علشان الكيس دوت يعني ده الدكتور اللي متابعك مش كده؟ عند حضرتك في دوشة جامدة أوي من الصباح طيب عبير الدكتور اللي متابعك بيديكي حاجة منع الحمل مش كده؟ اديني منع الحمل عشان الكيس طيب حاضر يا عبير حاضر طيب هنختصر بس الكلام بتاع عبير حسب ما انا فهمته منها ان هي 31 سنه عندها بنت واحده هي عندها الدوره الفتره اللي فاتت كانت غير منتظمه عمل الصغار فلقيت ان في كيس على الابيض حصل تاخر في الدوره او تنقيط في الدم طبعا لما يحصل حاجه زي كده احنا بنعمل اختبار ومفيش مشكله نعمل اختبار عشان نتاكد في بعض الحالات بنلاقي السيده حامل وبالتالي بيفرق اسلوب علاجنا معاها في وجود كيس مائي او كيس وظيفي بنسميه على الميجاد ممكن بندي بعض العلاج الهرموني يبدا ان هو يحسن يقلل الكيس دوت عشان ما يكبرش في الحجم ما يعملش ضغط ما يعملش ضغط في البطن او الام او مغص او حاجه فده دي احنا بنقلل الكيس الحمل الموجود عن طريق العلاج الهرموني. ادي حاجه بس انا برضو بنصح عبير ان هي لو 31 سنه مخليها مره واحده بس هي لو عندها نيه في حدوث حمل تاني تبدا تسعى بشكل جدي المفروض ان احنا نراجع هرموناتها لو هي الدوره بدات ان هي يطرا عليها تغيرات قليله غير منتظمه ممكن اشك قوي لو عبير وزنها زياده شويه ممكن برضو ده كلامنا مرتبط بالكلام اللي قلناه في اول حلقه ان احنا وارد نفكر في تكيس قد يكون ممكن تكيس نلاقيه في البنات قبل الجواز ممكن نلاقيه في سيده اتجوزت وحلفت ثم بدا يطرأ عليها علامات التكيس فبالتالي زي ما احنا قلنا ان احنا هنعمل تحليل هرموني في الفتره الاولى من الدوره الثلاث اربع ايام الاولانيين نبدا نشوف معدل الهرمونات ايه برضو عن طريق الالترا ساوند او السونار نبدا نشوف شكل المبيض ايه المبيض المتكيس فيه شكل متميز بالنسبه لنا اللي هو زي عباره عن العقد حبات العقد المترصه حوالين بعضها بشكل دائري وبرضه بنلاقي النبض في بنفس الشكل كده في نفس الوقت بنبدا ان احنا اللي تشيك على الهرمون بتاعتها عشان نبدا ننظم دورتها وفي نفس الوقت لو هي سنها فوق ال 30 وعندها بيبي واحد اكيد ناوي تجيب بيبي تاني بننصحها انها تبدا تسعى في موضوع حدوث حمل مره تانيه. وجود كيس مائي ما بيقلقناش ونبدا ان احنا ندي بعض الادويه عشان تبدا الكيس ده يهدى بالتدريج احيانا لما هو بيبقى بنلاقي صعوبه ان هو بيستجيب للهرمونات ويهدى ممكن نخش بنسحبه في اوضه العمليات بطريقه بسيطه خالص كاننا بنسحب سحب البويضات في موضوع الحمل المجهري. هنستاذن حضراتكم ونتواصل ونبدا نعاود الكلام مع بعض. مركز الدكتور فهمي أحمد رمضان وحدة لأمراض النساء والتوليد سونار رباعي الأبعاد الليزر لاختيار نوع الجنين حضانات لحديث الولادة أجنحة فندقية مكيفة وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وحدة منظار البطن والرحم للحجز والاستعلام مركز حواء الطبي حلمية الزيتون اتصل على 022-63-76-547 مستشفى دكتور فهمي بالمطرية 022-25-160-35 أو 011-500-966-27 معانا حلمك هيتحقق. بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم برحب بيكم وعدنا بعد الفاصل بنكمل كلامنا ووصل بس بعض رسائل هنتكلم عليها كده هنرد رد سريع.
في رسالة بتقول: السلام عليكم يا دكتور، عملت حقن مجهري 5 مرات نجح معايا في المرة السادسة والحمد لله، لو عملت كمان مرة نسبة النجاح هتكون أعلى ولا إيه؟ أرجو الرد. هنا برضو في يعني في سيدة عملت حقن مجهري 5 مرات، ربنا أكرمها في المرة السادسة. ده أنا إن كان هوصفها بأنها عندها شجاعة وعندها طول أمل وعندها يعني ثقة برضو إن ربنا أكرمها. صحيح الواحد ممكن من مرة والتانية يحس بيأس أو عدم ارتياح شوية، فلما ده بيعلمنا إن إحنا في موضوع تكرار الحقن المجهري لو فشل لا قدر الله نبدأ إحنا نعيد الخطوات أو نعيد الترتيب في دماغنا. يعني إيه؟ يعني أنا بحط أجنة تانية حتة في الرحم. الرحم ده إحنا قلنا قبل كده إن هو كمثرية مجوفة. الكمثرية دي بحاول أبص عليها تاني بقى أو تالت، ما عنديش مشكلة. إحنا ممكن نبص عن طريق سونار رباعي الأبعاد أعرف تفاصيل التركيب الداخلي بالنسبة للتجويف في الرحم. جايز يكون في زوائد لحمية، جايز يكون في تليف صغير، جايز يكون في اتساقات أو حاجة، جايز يكون في حاجز رحمي. ده كله يؤدي إلى تكرار فشل، تكرار فشل بتاع الحقن المجهري. فبالتالي بركز جدا على الرحم، بركز جدا على منظار الرحم لو ما كانش اتعمل بكامل. هي برضه سؤالها هل لما هي نجحت المره الثالثه بتقول لما اجي اعمله بعد كده هيبقى برضه نسبه النجاح عاليه؟ غالبا انك انت كده اكتسبتي خبره في موضوع الدواء وتوقيته وتنظيمه، اكتسبتي ثقه في نفسك انك انت ربنا اكرمك بعد طول غياب وبعد تكرار محاولات. فانا اتمنى باذن الله انك انت مع المحاوله بقى السابعه عليك خير، انك انت الامور احسن معاكي بعد نجاح المحاولة السادسة وبعد الولادة وبعد ما نطمن عليكي وترضعي وربنا طمن عليكي، نبدأ ان احنا نفكر في المرة السابعة وان شاء الله خير بإذن الله. برضو سيدة اخرى بتقول: عمري 42 سنة نسبة نجاح حقن مجهري بعد ارادة ربنا. طبعا احنا بنقول مع الاربعينات بتبدأ تقل النسب، قد يكون 10% احيانا، فبالتالي ان احنا النسب بتقل. انما ده حتى لو انا قلت 1% اذا دي مش نسبة معدومة. فبالتالي في بعض السيدات كان يكون هي عندها اولاد قبل كده وهي عند الاربعينات وبتفكر في حقن مجهري، بنخيرها ان انا عندي نسب قليله مش انا عندي، يعني هتبقى النسب المتعارف عليها في السن ده هي نسب قليله. فبالتالي بتخير اذا كان توافق او لا، ونبقى صراحه معاها وامنا معاها. الاخت اللي هي لسه اتاخر بيها سن الجواز واتجوزت قرب الاربعينات وما عندهاش طفل قبل كده وما عندهاش امل ان هيجي لها طفل بشكل تلقائي غالبا، فبالتالي اخت زي كده ان احنا بنسعى معاها في نفس التوقيت وبنراعي معاها النقط الاساسيه قبل الحقن المجهري. يعني اطمن ان انا ما عنديش اي اكياس على النضر، ما عنديش بطانه مهاجره، ما عنديش تجويف الرحم كويس، ما فيهوش تليفات، ما فيش حاجز رحمي، ما فيش التصاقات، عنق الرحم كويس، ما فيهوش اي التهابات او حاجه. الزوج بحاول ان احنا نراجع تحديد الزوج لو ممكن احنا نقدر نساعد الحركه والعدد بتاعه، ولو هو في صليب نسبه صليب نبدا ندي علاج للصليب قبل ما نبدا العمليه. دي كلها عناصر مشتركه وعامل مشترك تحسن النسبه الى حد ما. انما وبرضه ما ننساش مخزون الميبت برضه بيديني انعكاس انا هتصرف ازاي. المخزون الميبت حتى لو كان قليل هو متوقع على الاربعينات قليل نسبيا. لما ليه قليل قوي انا رايي الشخصي ما جهتش السيده معايا. يعني بقى 1 من 10 و2 من 10 و3 من 10 دي ارقام صعبه جدا يحصل معاها تبويض بشكل جيد، مش هيحصل معاها حمل. فبالتالي برضه تبقى السيده فاهمه ان لو مخزونها قليل مفيش داعي، قليل قوي مفيش داعي ان هي تبقى تجهد نفسها. وبرضه لما يكون المخزون متوسط ده ملوش علاقه او حتى المخزون العادي ملوش علاقه بنسبه الحمل. لا، معنى المخزون ان لما اجي هنشط هيبدا يديني مردود بويضات معقول او مردود بويضات كويس. ولكن برضه المخزون ملوش علاقه بجوده البويضات، ملوش علاقه بجوده الاجنه، هو ليه علاقه بس بعدد ممكن يدوني كبويضات، واحنا بعد كده ربنا يسهل ان احنا نبدا نعمل الحقن المجهري ونبدا ان احنا نعمل موضوع الحقن المنوي جوه البويضه وتكوين اجنه، وبعد كده باذن الله تتنقل جوه الرحم. برضه هنرد على مسج ثانيه بتقول: دكتور انا حامل ليا 2 شهر والدكتورة تقول لي إن الرحم فتح، هل هذا يسبب إضاد؟ أرجو الرد. يعني في سيدة بتقول إنها حامل في 2 شهر وهي كشفت عليها الدكتورة بتقول إن الرحم بدأ يفتح أو فتح. طبعًا يفتح وفتح دي إحنا مالناش علاقة بإيدينا، يعني أنا لا أقدر أشخص بعينيا ولا أقدر أشخص بإيديا. يعني مش حاجة اسمها نصحى الست ونقول الرحم فاتح، لا.
الانسب ان بنعمل سونار نشوف مدى اتساع عنق الرحم. احنا قلنا الرحم عباره عن كوميترايه، الكوميترايه دي ليها زور، الزور ده بنسميه عنق الرحم. عنق الرحم ده بنقيسه ونشوف هو كام ملي، كام ملي المقاس الداخلي بتاعه كام ملي والمقاس الخارجي كام ملي وطول عنق الرحم قد ايه. كل المقاسات دي بتترجم الى ارقام بالنسبه لنا، ونبدا ان احنا نشوف اذا كان دوت عنق الرحم ده قابل ان يحصل اتساع بعد كده، فبالتالي محتاجه نعمل عمليه ربط عنق رحم او لا، ده مهم جدا بالنسبه لنا. اذا النقطه دي تقيم عن طريق السونار، عنق الرحم يقيم عن طريق السونار، خصوصا لو احنا بندردش مع الست وادتني تاريخ قبل كده انها حصل ولاده مبكره، يعني الثامن ودخل على التاسع وفجاه حاسه ان هي في تقل، ها ولدت. الولاده المبكره الولاده السهله قوي، معنى السهله قوي ايه؟ ان عنق الرحم ما خدش وقت عشان يفتح، فبالتالي عنق الرحم ده استكو الاستك بتاع الشراب بتاعنا استك ضعيف شويه، فبالتالي مش محتاج مجهود قوي ان هو يفتح، فبالتالي يسبب ولاده مبكره ممكن. فلو انا لقيت ان انا في جواب متكرر او في ولاده مبكره او بالسونار لقينا مقاسات عنق الرحم دي ممكن تبقى واسعه معايا، لا بسرعه نبدا نعمل عمليه ربط عنق رحم. هاخد منى معايا. مدام منى معايا اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي يا منى. عليكم السلام. سامحني يا دكتور، انا عملت اجراءات حقن المجهري 3 مرات بالضبط منشطات وبطلع 15 بيضه بس ما بيكبروش لحد 12. والمره الوحيده عملتها كانت شهر 4 18 4 عملت حقن مجهري طلعت 7 بيضات بس خدت 18 يوم منشطات، طلعت 4 بيضات بس وثلاثه فاضيين ورجعوا لي 2 اجلنا. انت كام سنه يا منى؟ منى كام سنه حضرتك؟ 31 سنة. 31؟ وعملت تخزين المية 1.8. هو الدكتور بيقول لي هو الموجب الثاني مش مستجيب مع المنشطات. ايوه. باخد 6 حقن في اليوم والحقن بتاعت الجلد دي. ايوه. وحصل حمل بس الحمل ما كملش على اول 3 شهور ما كانش فيه نقص للجنين. ايوه. ما مش عارفه يا دكتور عايز اعمله ثاني اضربه ثاني. بس خايفه من حكايه الصابون. حاضر يا منى. حاضر. طيب منى برضو هي بتفكرنا بالاخت اللي هي بعتت، منى بتفكرنا بالاخت اللي بعتت رساله وبتقول انها عملت 5 محاولات ونجحت في السادسه. برضو يا منى معلش لو في عندك فشل اكتر من مره معلش نحاول تاني، ولكن برضو هنحاول ان احنا نسترجع الامور بتاعه مخزونه مش وحش، كلمه مش وحش، ولكن نشوف عدد البويضات نظام البروتوكول بتاع التنشيط. يعني حضرتك بتقولي خدتي حقن تحت الجلد من امتى؟ في بعض البروتوكولات بتبقى متناسبه شويه، ممكن يعني اجرب بروتوكول او نمشي بروتوكول مع السيده والاقيه عمل لي بويضات اقل او جوده اقل، ولو لا قدر الله ما حصلش نجاح بنحاول ان احنا لو في مره ثانيه بنغير البروتوكول، وده اظن هيكون مناسب ليكي لو انت موزنك 1.8 وبتجيبي بويضات قليله، لا احنا محتاجين نغير البروتوكول بحيث تحصل على بويضات اكتر او احسن جوده ان شاء الله. ده بالنسبه لمدام منى. برضو هياخد سؤال اخير. بتقول انا صباح حامل في الشهر الخامس عمري 26 سنه اجريت عمليه ربط عنق رحم في الشهر الثالث اخذت اسبرين وهيبارين صباحا ومساء، سؤالي متى يفك ربط عنق رحم؟ ده سؤال شائع بالنسبه لنا لما يكون سيده عندها عنق رحم متسع وعملنا سونار وعملنا عمليه اللي هي محتاجين ربط عنق الرحم. هنا في جزئيتين، هل احنا ناويين نولدها ولاده طبيعيه؟ لو هي امورها الطبيه تسمح بولاده طبيعي ممكن انا اسيب الربط ده في حاله لحد ما يبدا يجي عليها طلق في التاسع ونهايه التاسع ويبدا يجي عليها طلق ونبدا نفك الربط مع الولاده، واحيانا نفك الربط ونديها فرصه لولاده طبيعي. لو هي عارفين انها ولاده قيصري بندخلها مره واحده عمليات نفك الربط ونولد في نفس الوقت. انا بشكر حضراتكم للتواصل وبشكر فريق الاعداد لحسن التنظيم. هنعمل لقاء في الاسبوع القادم في نفس التوقيت. شكرا لحضراتكم للتواصل وشكرا يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. I'm